يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال إن يتبعون إلا الظن ولا يغني من وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع الظن وعلى الحكم بالظنون وأن يسيء الظن بإخوانه. وللأسف ظاهرة سوء الظن بين المسلمين انتشرت انتشارا عظيما مما أدى إلى شرور عظيمة وفساد عظيم وقطيعة للرحم وتفريق بين الإخوان والأحباب. وما هو سوء الظن؟ سوء الظن هو تهمة تقع في القلب بلا دليل بعد أن يسمع كلمة من أخيه أو يرى فعلا فيأتيه الشيطان ويقذف في قلبه التهم والحكم على الناس بلا دليل، ولكن يفسر قوله أو يفسر فعله بأسوأ ما يمكن أن يفسر. فهذا أمر شنيع وأقرب إلى الكذب ويؤدي إلى فساد عظيم. وللأسف إذا أخذنا هذا التعبير وهذا التفسير لسوء الظن ونظرنا إلى واقعنا اليوم، ستجد أن هذا منتشر كثيرا بين الناس وبصور مختلفة وكثيرة. فمن سوء الظن المنتشر بين الناس الحكم على نيات الناس، هذا فعل كذا، هذا منافق، هذا كذاب، هذا خائن، بعد أن يرى فعلا أو يسمع قولا فتبدأ التهمة في قلبه تشتعل ثم يخرج من فيه هذا الكلام وهذا الحكم الجائر يحكم على نيته. هذا ما عنده إخلاص، هذا خائن. كيف عرفت أن هذا ما عنده إخلاص؟ ولما قتل الصحابي أسامة بن زيد رجلا قال لا إله إلا الله في المعركة بعد أن فقد سيفه ولم يكن له نجاة من هذه المعركة إلا أنه قال لا إله إلا الله، هذا ظاهر حاله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال على حسب ما رأى وظهر له، قال ما قالها إلا فرارا من الموت، هو الآن فقد سلاحه وأنا الآن تغلبت عليه، ثم يقول لا إله إلا الله ظن أنه يقولها لينجو من الموت. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هلا شققت عن قلبه؟ أنت الآن تدخل في القلب وتنظر هل قالها لأنه يبتغي وجه الله أو قالها كالمنافقين لأنه يريد أن يتخلص من الموت، أنت هذا ليس شغلك. فمن أين لك أن تحكم على النيات وبسوء ظن منك؟ فهذا للأسف من المظاهر المنتشرة لسوء الظن. ومن أيضا
المظاهر المنتشرة لسوء الظن، أن الإنسان الذي تتعامل معه قد يقع في خطأ، قد يقع في تصرف لا يليق، لكن من سوء الظن أن لا يلتمس لأخيه عذرا، ما يقول لعله كذا، لعله كذا، تأخر عليك، لعله كذا، حصل شيء، لعله كذا، هذا من التماس العذر مما هو مطلوب حتى لا تحكم على أخيك بسوء ظن، وهذا أيضا للأسف منتشر كثيرا. وأيضا من مظاهر سوء الظن الحكم بالشكوك، شك في أحد لا يعرفه، لا يعرف عنه شيئا، لكن بالشك يحكم، هذا كذا، هذا كذا، ما تعرف عنه شيئا، كيف تحكم؟ أظنه كذا. وهذا أيضا للأسف من سوء الظن الذي ينبغي على المسلم أن يجتنبه. وهناك صور كثيرة من سوء الظن، حتى إن يعني سوء الظن يدخل بين الأحباب فضلا عن الأعداء، عن الأحباب. تجد الزوج مع زوجته في شجار، في تدابر، في محن ومصائب بسبب تبادل التهم، هي تظن به السوء وهو يظن بها السوء. وكذلك بين الأرحام، حتى تصل هذه الظنون إلى قطيعة الرحم، هذا لا يدخل بيت هذا بسبب سوء ظن حصل له، والآخر هذا يفسر فعل فلانة أو فلان بأسوأ التفسيرات، ثم يحصل التدابر، يحصل التشاحن. فلذلك إخوتي في الله، لا بد من الرجوع إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن والسنة الحلول لجميع المشاكل. هناك قاعدة في القرآن، إذا سرت عليها سلمك الله سبحانه وتعالى من سوء. ومن فضل الله علينا أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت حادثة حصل بها شر عظيم، ولكن أنزل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة قرآنا يتلى، وحلول وآداب إذا مشى عليها المسلم سلمه الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الفتن العظيمة. حادثة الإفك لما اتهمت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا والفاحشة والعياذ بالله، وتولى كبر هذه التهمة رئيس المنافقين، لكن لضعف أو يعني إهمال في التثبت وغير ذلك، وقع بعض المسلمين في الكلام في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فأنزل الله سبحانه وتعالى البراءة لعائشة في 10 آيات من سورة النور، يبين الله سبحانه وتعالى فيها براءته. لكن من ضمن هذه الآيات قاعدة يستحق المسلم أن يحفظ هذه الآية ويمشي عليها حتى يسلم من سوء الظن. قال الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني أن لما سمعتم هذا الكلام الشنيع عن عائشة ينبغي أن تدفعوا هذه التهمة بحسن الظن ببعضكم البعض. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا،
وهناك تفسيران جميلان لهذه الآية أو لهذا المقطع. قال: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي أن يظن الرجل أو أن تظن المرأة بأخيه أو بأختها الخير، يعني أن نظن بالغير الخير ولا نتهم هذا الآخر. والتفسير الآخر، وهذه هي القاعدة التي أريد أن أشير إليها، أن يظن بنفسه، أي أن يقيس هذا الذي تكلم فيه، أن يقيسه على نفسه. أن يأتي الرجل مثلا ويسمع عن أخيه شرا، كما سمع المسلمون عن عائشة هذا الإفك المبين، فيأتي ويقول: لو كنت أنا في مكانها هل أنا سأفعل هذه الفاحشة؟ أكيد ستدفع عن نفسك هذه التهمة، تقول: لا، أنا أظن بنفسي خير، أنني لا أفعل هذه الفاحشة. فتقول: من باب أولى، هذه أم المؤمنين، إذا أنا ما أفعل هذه الفاحشة لو كنت مكانها، إذا من باب أولى هذه أم المؤمنين التقية النقية لا تفعل هذه الفاحشة. فترد التهمة بحسن الظن بنفسك وبحسن الظن بغيرك، وأن تقول أن غيري أولى وهو أفضل. لا تظن نفسك أنك أفضل من الناس، لا، أن تظن الخير في الناس، وتظن نفسك أنت، انتهي نفسك، أن تظن نفسك أنت شر الناس. وبهذه القاعدة تسلم من سوء الظن بالناس. كيف؟ أن تقيس الخبر على نفسك، هل أنت من هذا الصنف؟ لا، إذن أنا لا أظن بأخي المسلم، أخي المصلي، أخي الذي يصوم، ما أظن به هذا. وأيضا إخوتي في الله، العلاج من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والمسلم ينبغي أن يكون صادقا ويتحرى الصدق. فإذا اتبعت الظنون وأسأت الظن بأخيك، فأنت تتبع سوء الظن وتتبع الكذب. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس شيء من الحق. كيف أنت تتبع شيء ليس عليه دليل وليس عليه برهان، وإنما شيء يأتي في قلبك وتعمل به؟ لذلك إخوتي في الله، لو نلجأ إلى الكتاب ولو نلجأ إلى السنة لتغلبنا على كل هذا الظن السيء الذي نظن ببعضنا البعض. وأيضا من خطورة سوء الظن، وهذا من فقه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، تعرفون ماذا قال؟ قال: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. يعني أن الذي سرق له مال، وهذا مضمون وقد أخذ حقه، هذا الرجل إذا بدأ يعمل بالظن ويقول: أكيد فلان هذا الذي سرق مالي، ويتهمه بلا دليل، أو فلان أو فلانة، ويبدأ يعمل بالظنون ويخرج من فيه الكبائر، الكلام في عرض الناس واتهامهم بالباطل، ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول: حتى يصير أعظم من السارق، أعظم من السارق. إيه صح، هذا دخل في كبائر عظيمة.
فكان مظلوما فصار ظالما، صار أعظم جرما من السابق. فلذلك نحتاج أن نضبط اللسان وأن نحفظ القلب. ولذلك من علاج سوء الظن أن نطهر هذا القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس خموم القلب أو مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ من هو صاحب القلب المخموم؟ المخموم يعني النظيف. فقال: التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. هذا القلب إذا طهرته فأدخلت في هذا القلب السلامة، أن تنظر إلى إخوانك نظرة خير وتحسن الظن بهم، ولا يكون في قلبك حقد ولا غل لأحد، فهذا صاحب القلب هو من أفضل الناس، وهذا الذي يعيش مرتاح البال. لأن صاحب سوء الظن تراه دائما في شرور، دائما في شجار، دائما في تفرق، دائما في قطيع، لا يهنى له بال بسبب سوء ظنه، والحال أنه في واقع غير الواقع الذي هو فيه، هو في خيال. أما صاحب القلب السليم يعيش مرتاحا، ما يشعر بالشر ولا يخرج منه الشر ولا يظن بإخوانه السوء، فيعيش سعيدا. وأي سعادة أن يكون إنسان ليس في قلبه غل ولا حسد ولا حقد ولا إثم ولا بغي للناس. فهذا القلب هو القلب السليم المخموم الذي يحب الله سبحانه وتعالى. ثم إخوتي في الله، أيضا من علاج سوء الظن أن تلتمس الأعذار من أخيك. دائما اجعل لعل في ذهنك، لعل له عذر، لعله فعل ذلك، وتحسن الظن به وتأتي بعذر، يعني كما تحب لنفسك أن يعذرك الناس. فالتمس الأعذار لإخوانك. وأيضا من علاج سوء الظن الدعاء لإخوانك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أذهب هذا الغل بالدعاء. وأيضا من علاج سوء الظن عندما تسمع الكلمة عن أخيك أن ترد عنه، وهذا كان من دأب السلف الصالح. إذا تكلم أحد في أخيه قال لا نعلم عنه إلا خيرا، تسكته، ترد هذا الكلام الذي ينقل لك كلاما عن أخيك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن أخيه كان له حجابا من النار. يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الرد وهذا الدفاع عن أخيك حجابا من النار، بدلا من أن تسيء الظن به وتسمع الغيبة وتسمع إلى النميمة. وأيضا إخوتي في الله، تدبر وتفكر، وهذا أيضا من علاج سوء الظن، أن نتفكر في عاقبة سوء الظن. إلى ماذا يؤدي سوء الظن؟ أليس يؤدي إلى الحقد وإلى التدابر وإلى الحسد وإلى التجسس وإلى شرور عظيمة، إلى قطيعة الرحم؟ والله إن هناك من الناس بسبب سوء الظن تحصل لهم أمراض نفسية، هم
يعيشون في أمراض نفسية بسبب سوء ظنهم، حتى يبيت يعتزل الناس لأنه لا يرى إلا الشر، ولكن ليس في الحقيقة شر، وإنما في قلبه يتولد هذا السوء الظن، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يريد به كذا وهذا، إلى أن يصبح مريضا نفسيا يحتاج إلى علاج بسبب كثرة سوء الظن الذي حصل له، لا يستطيع أن يعيش مع أحد، وكل تصرف يفسره بأسوأ الأحوال، والله المستعان. فلذلك إذا تفكرنا في عاقبة سوء الظن، هذا مما ينفر من هذا الشيء، ويأتي في هذا العلاج أن يحسن الظن، علاج هذا أن يحسن الظن بإخوانه. فأسأل الله سبحانه لي ولكم أن يثبت الله وأن يطهر القلوب، أن يجعلنا مخمومي القلوب، أن يجعل قلوبنا تقية نقية لا غل فيها ولا حسد ولا إثم ولا بغي، قلوب سليمة نحسن الظن بأنفسنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.